قبل بداية الموسم الصيف لهذا العام روح السعودية 2021، قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بعمل حصر لكافة المواقع السياحية في المملكة بالتنسيق مع أمارات المناطق، ثم توجيه الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات أولاً للتأكد من جودة الخدمات الصوتية والإنترنت في هذه المواقع، وثانياً بتعزيزها بمواقع إضافية لتلبية حاجات زائري المواقع السياحية. ثم قامت الهيئة بتشكيل فرق فنية للقيام بالزيارات الميدانية للتأكد من جودة الخدمات في المواقع، وكذلك مسح النطاقات الترددية للتأكد من سلامتها، ثم التفتيش على مقار تقديم الخدمات للتأكد من مطابقتها لمعايير الهيئة وأنها تقدم بطرق راقية تعكس سمعة المملكة العربية السعودية. تعمل الهيئة دائماً على تطوير البنى التحتية في كافة المواقع وخاصة في المواقع السياحية، وكذلك تطوير أساليب خدمة وحماية المستخدمين، بالإضافة إلى دعم الجهود الحكومية في تشجيع السياحة الداخلية.